وفي الصين قررت الحكومة إعلان غد الأربعاء يوم حداد وطني في عموم المقاطعات الصينية، وذلك بعد أسبوع على زلزال شنغهاي المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 2000 شخص. وتنكس الأعلام على كل الدوائر الرسمية في الصين وسفارات البلاد في الخارج حدادا على أرواح الضحايا. ويعد هذا الزلزال هو الأسوأ في الصين منذ زلزال مايو 2008 الذي خلف 87 ألف قتيل ومفقود في مقاطعة سيشوان المجاورة. Yeah.